تقدم مستحق النادي الاهلي على البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء في شوط اول، نتيجه تعتبر منطقيه لاحداث الشوط الاول، كان فيها هجمات خطره من الفريقين ولكن استغل محمد شريف احداها لصالح النادي الاهلي وتمكن من احراز الهدف الاول للنادي الاهلي. كابتن شريف، النتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول. مبروك الشوط الاول الهدف محمد شريف. ولكن كابتن ايمن، التغييرات اللي حصلت في الفريق كله واضحه النهارده. واضح ان الفرقه كلها بالشكل 4-3-3، في تواجد لفرقه البنك الاهلي وفي مساحات مفتوحه لفرقه البنك الاهلي بتشاركك اذا كان على الاطراف او من العمق. وانا حاسس ان ارضيه الملعب كمان ناشفه جدا، الكره بتجري على طول، اللعيبه مش عارفه تتحكم في الكره بشكل منتظم. ولكن تمركز إليوت يونغ ومحاولات حمدي فتحي ومروان عطيه مدين لك شكل في الكره الثانيه اللي كان الكباتن بيتكلموا عنها. كابتن علي قال لك احنا كل ما بنعمل الزياده العدديه اللي قدام والكره الثانيه بتترد، احنا بيكون لينا الشكل الهجومي والاطراف. وما زلت بكرر انا ان طاهر محمد طاهر لازم يلعب على عدلته. طاهر رايح لعبه كله في ناحيه اليمين، وادام انت فرقتك عندها الحاله البدنيه الجامده دي وبتقدر تروح وبتقدر تتوغل، والنهارده عبد القادر مرتين ثلاثه راح من ناحيه الشمال الحقيقه، فكيفيه التواجد طاهر محمد طاهر جنب محمد شريف جوه لجوه اكتر، لازم يكون في بديل. خالد عبد الفتاح لازم يبقى موجود بيلعب رابع في نص الملعب هذا الشكل. واعتقد لو حصل تغيير او اي حاجه انا ممكن النهارده استغنى عن اي حد من الطرف، خالد او كوكا مثلا، يعني كوكا ممكن يكون لي شكل تاني او وضع تاني، لازم حد ينزل نص ملعب ويطلع ربيع على الشمال ومتولي وخالد عبد الفتاح يقدروا يقوموا بالمهمه دي، ويبقى عندك اربعه في نص الملعب كده هتتحكم في زمام الامور كلها. انت كل اللي بيحصل ان الكوره في وسط الملعب متاحه للفرقتين، ما في التمركز على خط واحد. حمدي ومروان وإلي جان انا حاسسهم على خط سهل انك انت تضرب 1 2 او سهل انك انت اي كره تتلعب طويله يبقى في اختراق لنص ملعبك. فانا بتمنى ان يبقى في تقارب من الخطوط بتاعه النادي الاهلي ويحصل تغيير بدري شويه بزياده الشكل نص الملعب اللي هو يواكب الثلاثه اللي قدام. انا مش قادر اقول لك عبد القادر النهارده او محمد شريف او طاهر محمد طاهر، غير لازم يحصل سويتشات كتير قوي، مش قادر اقول حد فيهم وحش، لا هم كويسين وكل حاجه، بس عايزين تحركات ازيد، عايزين يعملوا غربله شويه للدفاعات. صحيح. ما يبقوش واضحين قوي، واحد ناحيه الشمال وواحد ناحيه اليمين والراجل في النص محمد شريف اللي هو بيضطر كمان عشان الكره تجيله انه يسقط لتحت قوي. صحيح. لو هو سقط تحت لازم اشوف محمد طاهر مكانه او لازم اشوف عبد القادر جوه. هو ده بس اللي ان شاء الله في الشوط الثاني يبقى احسن باذن الله. طيب الخبر الان، كلاتنبرج يقدم استقاله رسميه لاتحاد كره القدم، يبقى تخلى عن منصبه. يعني طفشوا الراجل اللي كان جاي يطور المنظومه التحكيميه في مصر. هنتكلم بتفصيل في الموضوع دوت مع الكابتن ناصر عباس بعد المباراه. كابتن علاء، فوجئنا ان الماتش مفتوح من الفرقتين الشوط الاولاني. لسه هقول لك، شوط ما فيهوش اي حذر خالص، طبيعي النادي الاهلي يلعب من غير تحفظ، النادي الاهلي ده بيلعب على مكسب، بيلعب ضاغط، لكن هو المفاجاه بالنسبه لي البنك الاهلي كمان بيلعب جيم مفتوح خالص. ما مش ما فيش حتى الزحمه اللي في نص الملعب، ما فيش كثافه عدديه، لا بيلعب شوط عادي جدا. عشان كده كمان ايمن، الفرص مش كتير ومش خطر قوي. لكن اللي انا كنت بطلبه ان الثلاثه في نص الملعب دايما لازم حد يعمل حته الاختراق. اتعملت مره واحده وجت منها هدف، اختراق مروان عطيه والكوره مع احمد عبد القادر، عمل اختراق حلو قوي، سلم باليمين وشاط بالشمال كان ممكن هو اللي يحرز الهدف، لكن ابو جبل تعامل معاه كويس. لكن هنا محمد شريف، دور محمد شريف بيعرف امتى يروح مع الكوره، دايما لعيب قناص بيفضل مع الكوره لاخر ثانيه. يا دوب وقعت من ابو جبل لقت محمد شريف عملها حلوه. طبعا اكيد جدا لازم نكرر اللعبه دي كتير. صح. لانك انت عبد القادر واخد جنب والجانب الاخر مع كريم مع
رزق عطاهر، محمد طاهر ناحيه عم عطاهر كويس، ومحمد شريف بيبقى موجود في القلب. الاطراف مش شغاله النهارده كتير، يعني النهارده ما شفتش خدع فتح كتير، يمكن مره ولا حاجه. احمد كوكا ما اشتغلش كتير قوي. اللعب فيه اخطاء كتير من الجنبين، يعني التمرير كتير قوي خطا، لكن انت قدرت تستغل هدف، وهدف كويس كمان. اعتقد لو لعبت على نفس الكلام ده ممكن تدور على هدف تاني وتالت. الامور سهله، ان البنك الاهلي ما فيش فيه تحفظ، بس انت لازم تحاول تحتفظ بالكوره اكتر فتره ممكنه، تبدا تشغل شغلك انت. الوضع الطبيعي الشوط الثاني ان البنك الاهلي هيلعب مفتوح، انا بقول لك انا مفتوح ادور على هدف، عايز يرجع للمباراه ان شاء الله. بتمنى يكون هدف ثاني للنادي الاهلي، يبقى المباراه انتهت تماما يعني باذن الله ان شاء الله. كابتن عادل، سريعا رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. انت محتاج انك انت تتخلى عن العمق الدفاعي، لان بنعمل عمق دفاع كبير. رامي ربيعه ومتولي بيبقوا نازلين لتحت، عشان كده الكره الثانيه احيانا ما بتاخدهاش كلها، يعني دي رقم واحد. رقم اثنين، محتاج انت يعني مروان عطيه او حمدي فتحي، ايهما محتاج انك تغير واحد فيهم. بس انا بتخيل ان مروان ممكن لازم يتغير في الوقت الحالي ويلعب حمدي فتحي جنب ايلي ديانج، وينزل ممكن يعني قفشه ينزل طبعا ينزل يعدل اللعب شويه، لانك انت فرقه البنك الاهلي الشوط الثاني هتبقى خطر عليك في المواقف الثابته فقط لا غير. ولكن طاهر، محمد طاهر وعبد القادر، افتكر ان طاهر مش هيكمل كتير علشان هو يديله اجزاء عشان التجهيز وعشان الاصابات. محمد شريف التحرك بتاعه لازم يبقى افضل من كده، يلعب بجنبه شويه كتير قوي. محمد شريف بيلعب بظهره، ودي حاجه يعني اتمنى ان هو يتخلى عنها شويه. اليو ديانج ومروان وحمدي فتحي، احنا بيلعبوا ثلاثه ولكن حمدي فتحي هو اللي بيجي وراهم تحتيهم، عشان كده طالما حمدي فتحي اللي هو اللي بيلعب تحت المهاجمين يبقى يتغير ويلعب مجدي قفشه افضل من حمدي فتحي الوقت ده. ولكن احمد عبد القادر لازم التحرك بتاعه سرعته يدخل لجوه كتير لما الكره تبقى الناحيه الثانيه، وطاهر يبقى العكس في الراس حربه في الاخر. في اخر الموضوع ان انت محتاج انك انت تفعل الونجات او الاطراف اللي هم الاماميين، لانك انت بتلعب باطراف لسه ما عندهمش خبرات التكمله، ومش مطلوب منهم يكملوا كتير. مش علي معلول ومحمد هاني في الوقت الحالي، علي معلول لا غير كوكا لسه صغير ما يقدرش يروح كتير قوي، وكمان عنده احمد عبد القادر ممكن يدافع له. اما الناحيه الثانيه خالد عبد الفتاح يجب انه يعني يتحرك لاقل الامام اكتر، هو عنده اكتر ثقه واكتر قوه، ومعاه طاهر، محمد طاهر ممكن يدافع، وافتكر انه برضه طاهر ممكن يتغير بعد فتره بسيطه. كابتن بلال، رايك في الشوط الاول، وهل انت مع الكباتن لازم الشوط الاول من البدايه يشهد بعض التغييرات بالنسبه للنادي الاهلي؟ شوف، الجيد في الماتش النهارده انك قدرت تكسب مع كل هذه الظروف. ده يعني انا بعتبره شوط جيد، يعني طالما قدرت تكسب بكل التغييرات اللي انت عملتها النهارده كمدير فني، قدرت تسجل هدف، ودي بتخلق بعض الفرص، فده شيء جيد من النادي الاهلي يعني. لكن انت برضو عندك يعني شويه اخطاء دفاعيه في التمركزات، في التحول، في الرقابه، دي برضو اخطاء لازم نتلاشاها الشوط الثاني بشكل كبير جدا. احنا خد بالك، انت عندك مشكله دايما في الهجمات المرتده، يعني لازم الحته دي يبقى فيها تغطيه. احنا بنلعب ثلاثه النهارده، ثلاثه ميد فيلدرز، ثلاثه فلات تقريبا يعني. فلازم يبقى في ادوار واضحه تمام على الاقل الاثنين منهم، لان انت النهارده لما خالد عبد الفتاح بيهاجم المنطقه فاضيه، لما الناحيه الثانيه احمد كوكا بيتقدم الحته دي فاضيه، فبيجي الاثنين راسين الحرب، واحد فيهم بيفتح والهاف الثاني مكمل من تحت فيه، وعندك مشكله في الحته دي، عندك مشكله في المساحات، لازم يبقى في تغطيه جيده من لعيبه نص ملعب. الترحيل كمان مهم جدا من السنتر باكس بتوعنا، يعني سواء اذا كان رامي ربيعه او محمد متولي بيعملوها في اوقات بشكل كويس، لكن انت مشكلتك ان انت برده لسه كسبان 1-0، ف1-0 غير مطمئنه تمام، ممكن يعني لا قدر الله. ولكن انت في ايدك لحد دلوقتي الثلاث نقاط، اكيد يعني ممكن أكيد تحافظ على ثلاث نقاط حتى في أسوأ الاحوال يعني. محتاجين تغييره تظبط نص الملعب، يعني احنا دلوقتي في ثلاثه في نص ملعب، لكن احنا محتاجين تغييره تظبط، محتاجين ريتم في نص ملعب، محتاجين انك تمسك، يبقى هتعدل الاسلوب بالظبط، محتاجين تعديل في اسلوب اللعب شويه. قدام عبد القادر يعني بيحاول تمام، طاهر، محمد طاهر الى حد ما بيحاول برده عوده من بعيد، نتمنى له التوفيق باذن الله تعالى. الشريف سجل هدف من متابعه جيده جدا جدا جدا. ما اعرفش هل ممكن يكون في تغييرات في بدايه الشوط الاول، يعني البدايه نفسها ما اعتقدش ان ممكن في تغيير، ممكن تتاخر التغييرات لمده ربع ساعه. صحيح، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.